أشارت شخصيات من الأوساط المختلفة في هونغ كونغ إلى أن ما يسمى بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد العديد من المسؤولين الصينيين غير معقول، وقالت تلك الشخصيات أنهم يدعمون الإجراءات المضادة للحكومة المركزية الصينية ضد الولايات المتحدة. أعتقد أن العقوبات الأمريكية غير مقبولة على الإطلاق، لأننا مسؤولون عن الحفاظ على الأمن القومي، والتشريع هو واجبنا. إن كل ما تفعله الولايات المتحدة هو تدخل بشكل كامل في شؤوننا الداخلية. إن تصرفات الولايات المتحدة ضد الصين وضد هونغ كونغ قد كشفت تماماً عن هيمنتها في الواقع. قيامنا بتشريع قانون الأمن القومي في هونغ كونغ هو معقول تماما وضروري جدا. قوانين الولايات المتحدة المتعلقة بأمنها القومي كثيرة جدا، فكيف تفسر هذا؟ إذا كان هناك أي عقوبة لهذا السبب فسيكون سخيفا جدا، ونحن لن نتأثر بهذا الفعل الذي يسمى بالعقوبات. أعتقد أن الإجراءات الصينية المضادة مناسبة ودقيقة وسريعة للغاية، كما أن الأشخاص المستهدفين دقيقون للغاية. رأيت في مناسبات عديدة أنهم يعيقون بشكل صارخ الشؤون الداخلية للصين، لذلك أعتقد أن هذا الإجراء المضاد جيد جداً.